يعني هكذا هو قدر هذه الأمة وقدرنا نحن كجيل، أن نشهد مزيدا من الذل، مزيدا من الهوان، مزيدا من العذابات والمرائق كل يوم تصب فوق رؤوسنا، كل يوم في عالم فقد ضميره كما فقد عقله، في عالم مجنون أيها الإخوة، تسيطر عليه حثالة قلة، هم بالضبط قتلة الأنبياء والمرسلين، هم الذين يعيثون في الأرض فسادا منذ آلاف السنين، أفقدوا هذا العالم رشده، أفقدوه عقله كما داسوا على ضميره، لأنهم منذ البداية لا عقل لهم ولا دين لهم ولا ذمة ولا عهد ولا ضمير، سوس البشرية. وللأسف أيضا في سياق تاريخي كتب فيه على أمة عظيمة لا نزال أيها الأخوة نشعر من خلال أنفسنا على الأقل بأننا أمة عظيمة. أنا أتحدث عن نفسي كما أتحدث أيضا بالنيابة عن كل مسلم صادق وكل مسلمة صادقة صابرة يقظة ومحتسبة، بالنيابة عن كل حارس يقف على ثغر من ثغور الإسلام العظيم أيها الإخوة. من خلال أنفسنا نشعر أننا عظماء وأن هذا الدين عظيم وأن هذه الأمة خالدة وعظيمة. لماذا؟ لأننا لا نعرف معنى للخوف، ولا نعرف معنى للمساومات الرخيصة، ولا نعرف معنى للتنازل أو معنى لطلب الراحة وطلب السلامة مهما كان الإغراء الذي يقدم. الأمة فيها كثيرون كثيرون أيها الإخوة يمكن أن ينعتوا بهذا النعت، كما فيها كثيرون من النعاج والأبقار والثيران التي لا يباريها الله تبارك وتعالى، من أمثال الذين تحدثنا عنهم أمس أيها الإخوة، من أمثال الذين يهدرون الأموال والأوقات والجهود على ماذا نقول؟ على ماذا نصف؟ على سخافات؟ على مساخر؟ الأمر أسوأ من ذلك بكثير. طيب، يبدو أن المخطط اليوم العالمي، مخطط هذه الحفنة، هذه الثلة المجرمة المتوحشة، ثلة القتلة أيها الإخوة بالطبيعة، هم قتلة فعلا بالطبيعة، يورثون هذا بطبيعتهم وبثقافتهم وما ينشؤون وينشؤون عليه. يبدو أن مخططهم الذي بات واضحا جدا هو إسكات كل صوت يقول لا. يحدث الآن هذا في العراق كما قلت أمس، ولا أريد أن أتعجل لأنني لا أحب لنفسي أن أقع ضحية التقنية أيها الإخوة الشيطانية، وهي إحدى مبتدعات ومبتكرات أفكارهم أيضا التي يوصلون فيها الحد الأدنى من الجهد العقلاني البشري الذي يحب أن يفهم ويحب أن يدرك ويحب أن يستوضح الصورة كما هي أيها الإخوة بهذه التقنية، يوصلونه أيضا إلى ما دون الحد الأدنى، إلى السالب أيها الإخوة، فيصاب بالسلبية التي تتغذى على نفسها، ويصاب باللامبالاة البليدة. إنها تقنية الفورية، لا نريد أن نكون فوريين في فهم ما يحدث وفي تحليل بعض الأخبار وبعض الوقائع أيها الإخوة، لا بد من مدة، لا بد من زمن حتى نفهم جيدا ما الذي يحدث، لكن على الأقل الأيام، أحد الأيام التي مضت وتسربت، يمكن أن تعطينا عذرا فيما يمكن أن يوصف بأنه تعجل. أيضا الذي يحدث في العراق الآن، وقد رأيتم أن هذا السيد مفتضى الصدر الشاب الذي نسأل الله أن يكون صادقا وأن يكون مخلصا لأمته وأن لا يكون لعوبة وأن لا يكون دسيسة أيها الإخوة، نسأل الله أن يجعله صادقا مخلصا وأن يكون كذلك، كما نسأله أن يجعله شوكة في حلق هذا المستعمر الصهيوني الأمريكي المجرم. وعلى فكرة يوجد أكثر من 800 عنصر أيها الإخوة عسكري واستخباراتي، هذا ما يصرح به، صهيوني إسرائيلي ليس من أمريكا، أمريكا كله صهاينة، هذه الإدارة إدارة الصهاينة أصلا. وكما قلت لكم أمس، لا أدري حتى ربما لم أكمل هذه الجملة، هذا لا يقول عدنان إبراهيم أو فلان، إنما قاله وزير خارجية فرنسا، رجل في مستوى سياسي عالي جدا،
صرح به، وكان جريئا وشجاعا أكثر من كل أقزام العرب، وزراء خارجية العرب. أصبحنا نشعر بالعار أننا ننتمي إلى ما يسمى عربي والإخوة. والله العظيم لولا بقية هذا الدين فعلا لكان أحسن شيء في حقنا الذبح، أن يذبح هؤلاء جميعا، لأنهم لا يستعدون حتى الحياة ولا الكرامة، لأنهم ليسوا كرماء ولا أحياء، فخذوا آخر قطرة من الحياة. تعرفون بعضهم بدأ يشتغل، يعني ماذا أقول، موظف إعلانات، موظف إعلان للداعرات الأمريكية. قد رأيتم هذا ربما على التلفزيون، بعض هؤلاء الذين يقودون الأمة يرضى لنفسه أن يكون معلنا عن نجوم الإرتب أيها الإخوة في الأمريكيات. أف وتف لأمة يحكمها هؤلاء، وضع مزر جدا الذي تعيشه هذه الأمة، مزر جدا، وأكثر في الزراية وأبلغ في الزراية من جبن الجبناء وهم كثر أيها الإخوة، الذين تتاح لهم فرصة لكي يسجلوا موقفا. أنا هنا أسجل موقفا من هذا المنبر، أحب أن أسجل موقفا حتى أمام بضع مئات، موقف قد يكلف الكثير في يوم من الأيام، قريب أو بعيد لا يهمني، لأنني أفهم ديني، أفهم إسلامي على أنك إذا سجلت موقفا ودفعت ثمنه فهذا هو أخسر طريق إلى الجنة إن شاء الله. ليس الإسلام أن تصلي وأن تصوم وأن تتدروش، لا، مسكين أنت، لأن كثيرا من المسلمين يحسب أنه إذا صلى الجمعة وصلى بعض الصلوات ودفع بعض الفلوس والقروش للفلوجة ولجنين، إذا دفع سأقوله أيضا بمنتهى الخزي، هذا مسجد أيها الإخوة يأمه زهاء ألف في خطبة الفلوجة قبل أسبوع تقريبا أيها الإخوة، كان كل ما جدنا به 4500 يورو. بعض الناس استبشر، أنا لما أكون كنت خنزيان حقيقة. 1000 مصلي، 4500 يورو لأمة تذبح، لمن تعطي أنت؟ تعطي لي؟ حتى أنت لا تعطي لهذا المسجد، أنت تعطي لكرامتك الذبيحة، لأمتك، لدينك يا رجل. 1000، لو كل واحد أخرج 10 يورو يشتري بها شوكولاتة كل يوم لأبنائي، لا تستحي أن أبنائك يأكلون ويدخمون، وأن إخوتك وأخواتك في العراق يموتون ويذبحون؟ 10 يورو كان 10,000 على الأقل، ما في للأسف ما أقول، وضع صعب جدا جدا. ونحن هنا نسمع خطابا للأسف يبدو أنه نادر في عالمنا العربي، عالم الزيف وعالم الدجالين والمنافقين على جميع المستويات، حتى في الأحزاب والجماعات الإسلامية منافقون كثر، مصلحجيون، أصحاب مصالح يريدون أن يرعوها في مجلس الزفت العراقي، هذا مجلس الحكم، مجلس المنافقين، المجلس الذي فيه 16 عضوا من 25، 16 من 25، ثلاثة أرباع المجلس لا يحملون جنسية عراقية، لم يعيشوا حياتهم في العراق أيها الإخوة، كلهم مستجلبون من الخارج وجاءوا ليحكموا العراق. مجلس يريد أن يشرع الاحتلال، أن يعطي الاحتلال مشروعية، احتلال بالترخيص أيها الإخوة، بالشاين، بالإذن، مشروعية. للأسف بعض هؤلاء ينتمون إلى أحزاب دينية سنية وشيعية. طيب، قالوا أن ندخل خير من أن نخرج، جميل، وافقناكم على ذلك تعابطا تعسفا، لكن بعد الذي حدث لماذا لم تستقيلوا؟ لماذا لا يستقيلون؟ يشتغلون تعرفون ماذا؟ أسوأ من حكام العرب، نفس الدور الذي يقوم به حكام العرب، دور ماذا؟ الوساطة، الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، بين الجلاد والضحية، بين الجزار والحمل. حكام العرب يشتغلون وسطاء، ليسوا شركاء، لا يرون أنفسهم شركاء، مع أنهم طرف أساس ورئيس وشركاء، وسيذبحون، سيداسون بالجزمة أيها الإخوة الأمريكية، أقسم بالله كلهم، وأمريكا تعرف هذا، وهم هؤلاء الكلاب الأخساء يعرفون ذلك، سيداسون بالجزمة بالبسطار الإسرائيلي والأمريكي غدا، وهم يعرفون هذا جيدا. تعرفون لماذا؟ بعضكم قد يسأل لماذا؟ هذا كلام غير منطقي، لأن هؤلاء أحسن عملاء، أين تجي الأمريكا مثلهم؟ لا، بالعكس، كثيرون جدا. الذي أدلى اليوم بمعلومات عن الشيخ الرنتيسي، الشهيد البطل العظيم، هذا جاسوس، هذا ممكن يتاجر بفرج أمي أيها الإخوة، ممكن يتاجر بعرض بنته، ممكن يبيع لحمه مقابل ماذا أيها الخسيس؟ مقابل دولارات، مقابل دولارات. لذلك كنت ولا أزال أحتقر وأكره كل أولئك الذين يعميهم البريق والأضواء،
حتى في الإسلاميين، حتى في المشايخ، أكرههم وأحتقرهم. بعض الناس يعمى أيها الإخوة، يفقد توازنه أمام الكاميرا. إذا يأتي مسؤول نمساوي ولا مسؤول مش عارف من دولة عربية أو مسؤول أمريكا ولا صهيوني، يفقد توازنه، صحيح؟ يلصق به مباشرة، حقير، وسيبقى حقيرا. وأمريكا لا تتعامل إلا مع هذا الصنف من الحقراء الذين عندهم استعداد لا نهائي للنذالة. عليك كمسلم، إذا كنت مسلما حقيقيا، إذا كنت أي من أبناء محمد، من أتباع محمد ومن أحفاد عمر وخالد وعثمان وصلاح الدين ونور الدين كما نردد دائما بخطابية، إذا كنت كذلك أيها المسلم، أن تشعر أنك أعظم من كل هؤلاء. أقسم بالله إنني كمسلم أشعر بأنني أعظم وأجل بكثير، ليس من أقسام العرب، بل من بوش وبلير وشارون، من كل هؤلاء القتلة أعظم منهم بكثير، لا يأتون عند ظفري الذي أطع به الأرض كمسلم، لأنني إنسان. حين أكون مسلم فأنا إنسان صاحب ضمير وصاحب عقل. حتى إذا مكننا الله تبارك وتعالى في فرصة قريبة أو بعيدة كما فعل تبارك وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، صدقوني سنتعامل مع جلادينا، سنتعامل مع هؤلاء القتلة بما يمليه علينا شرع رب العالمين وليس شرائع القتلة والمجرمين، أصحاب القلوب والصدور التي تعشعش فيها الخفافيش والبوم والغربان، كلا. ولذلك أنا أعتز بنفسي كمسلم لأن الإنسان عظيم، أقرأ هذا التراث الغربي وألقي بنظرة متفحصة أيها الإخوة على هذا الميراث العلمي المستبحر وأشعر بالإعجاب بلا شك لهذا العقل الغربي، ثم أرمي ببصري يمنة أو يسرى أيها الإخوة في زاوية صغيرة جدا فأحتقر هذا الإنسان الغربي أيضا مباشرة، الإنسان الذي استبحر فعلا عمرانيا وماديا واستطاع أن ينبغ نبوغا لا يضارع في درس المادة أيها الإخوة، لكنه حين يتعامل مع نفسه أو مع أخيه الإنسان هو جد فقير، هو جد هزيل، هو جد سخيف جدا أيها الإخوة، افتقد البقية الباقية من إنسانيته، وحش، الوحوش أرحم منه، لا يمكن، مستحيل، لا يمكن، الوحوش لا تشن أيها الإخوة غارات وغزوات إبادة وإفناء، مستحيل، الوحوش لا تفعل ذلك، الوحوش بشكل عام تقتل لكي تأكل فقط، بعضها يتعدى هذا الحد كبعض أنواع الفهود والنمور لكن بمسافات هامشية جدا، لكن الإنسان هو الذي يقتل لأجل القتل، يقتل لأجل القتل أيها الإخوة. ولذلك أعود إلى النقطة، للأسف علينا أن نحذر من كل المصلحجيين، من كل الوصوليين، هذه الأمة تريد طرازا من القادة الذين تمحضوا وتشحروا لله أولا ثم لأمته، يعيشون ويموتون كما الشيخ ياسين وكما الشيخ المجاهد الرنتيسي رحمة الله عليهم ورحمة واسعة. الرنتيسي طبعا أمريكا أراد أن تلعب علي وعلى جماعته لعبة سخيفة علينا أنها فاشلة، طبعا أمريكا القوة العظمى الأولى بامتياز على مستوى الكون، على مستوى الكوكب، وأعطوه نهزة فرصة بضعة أشهر، وكان إيه العرض واضحا جدا جدا، نوع من المغازلة لحماس، نوع من المغازلة، إذا أثمرت فكان بها ونواصل الطريق، وإذا لم تثمر فالقتل، الاغتيال، اغتيال القادة السياسيين، أين كان هذا؟ في أي شرائع؟ في أي قانون دولي أيها الإخوة؟ والعالم كله كما قلت لكم الذي ديس ضميره أصلا وفقد عقله وفقد بصره وسمعه لا يعنيه الأمر كثيرا، خلاص يعترضون في البداية اعتراض بسيط ثم يمشي الأمر والكل ساكت. أما العرب طبعا بعض الناس يخاف من كلامي هذا، وبعضهم يقول أن يخوفني، ولا نخاف إلا من رب العالمين. إلى متى نخاف؟ إلى متى نخاف من هؤلاء العملاء الأخساء أيها الإخوة؟ حتى هو نخاف منهم، نحن في بلادنا مفزعون ومخوفون من 50 سنة، لا نفهم، لا نتكلم، لا ندرك، كالمثل الصيني، لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم، صم بكم عمي. ما هذا؟ أمة من الصم والبكم والعمي. والآن العالم كله يستغرب، ماذا تفعل هذه الأمة؟ كيف يتعدى لحفنة من الصهاينة في إسرائيل أن يذلوها كل هذا الإذلال؟ لأنها ليست أمة ببساطة، هي خطية أيها الإخوة من العمي الصم البكم. وطبعا بنرجسية نحسب أنفسنا أذكى خلق الله وأقوى خلق الله وأفهم خلق الله،
نحن أغبى خلق الله وأخص خلق الله وأذل خلق الله على الكوكب. ما دمنا نرضى بهذا الوضع، ما دمنا نسكت عليه، كل واحد يحب أن يحافظ على رغيفه، رغيف الخبز تبعه حافظ عليه. لعنة الله على الخبز، ولعنة الله على الحياة وعلى عيش كالذي نعيشه أيها الإخوة. لا أحسد، لا أحسد الآن في هذه الأمة إلا الشهداء فقط، والله العظيم لم يبق أحد يحسد على نعمة ينعم الله به عليه بها إلا الشهيد فقط، الشهيد الذي برأ ذمته ومضى إلى الله حميدا سعيدا. أما نحن فالأف والتف، فالعار والشرار أيها الإخوة علينا. أي والله هذا إذا كان لدينا إحساس. طبعا يوجد منا، يوجد من هذه الأمة من فقد أصلا إحساسه، فقد أصلا إحساسه. وتعرف مثل هذا الخطاب الذي تسمعون يثير غضبه وحنقه، لماذا؟ لأنه يذكره بخسته، فيغضب بعض نكتب التقرير مباشرة، لعل الله يريح من هذا الذي يذكرنا بخستنا ولذاتنا، لعله يكمم، لعله يسكت، لأنهم لا يحبون من يذكرهم بأنهم أخساء أنذال أيها الإخوة، أرذال، ويحبون أن يعيشوا على عرض الأمة، قضايا الأمة يأكلون بها الخبز العيش ويتسنمون بعض المراتب الخسيسة التي ينعم بها المستعمر المحتل الصهيوني والأمريكي.